أشكركم جميعا، أشكر أركينكت على الدعوة ومبادرتها للتعاون مع كلية الفنون والتصميم، وأنه يكون هذا الحديث حديث المساء اليوم هو النواة إن شاء الله لتعاون مستمر بإذن الله. أشكر جميع الحضور، السادة الكرام اللي أعطونا من وقتهم جزء من وقتهم حتى يحضروا معنا هذا الحديث لكي نتحاور نتشاور نطلع نتبادل المعرفة بإذن الله. حديثنا اليوم قصير عميق، قصير في وقته، عميق بالفكر تبعه. حديثنا بحكي عن التشويه البصري، والتشويه البصري لما بنفكر فيه في معناه بالدلالة مش لازم يكون قريب من التلوث البصري. في التلوث البصري كل شيء مؤذي للعين مؤذي للنفس فهو مرفوض، ما نطلعش عليه، ما بدناش إياه يكون موجود. فالتلوث البصري إلى حد ما شيء مختلف تماماً عن اللي بدنا نحكي فيه اليوم عن التشويه البصري. التشويه البصري حقيقة عندنا إحنا بنحكي في مواضيع متعددة. لما بدنا نحكي بدنا نحكي كمصممين. إحنا لما أول ما بنبدأ نصمم حقيقة بنفكر، والتفكير في التصميم بيجبرنا أن نفكر طبيعة التصميم إيش بدها تكون، لمين رايحة، وين بدها تنتهي. هذا بتطلب عملية نمر فيها في عملية التصميم حتى نتحقق من الغايات من التصميم. غير هيك أي تصميم بدنا نصممه بعيدا عن السؤال العميق حول نهايات التصميم إلى أين التصميم ذاهب، معناته إحنا عمالنا بنشتغل بشكل عفوي ومش مرتبط بإجابة الأسباب من وراء التصميم. فعنا حذر جدا في العملية التصميمية، لازم يكون عندي أسئلة. من هاي الأسئلة اللي ممكن إحنا نسألها على سبيل المثال للحصر، بنقول إنه أي تصميم عشان يصمم المصمم عندي أسس تتحكم فيه وأنا بتحكم فيها عشان أخرج بالتصميم بما يتوافق مع نهاياته. وهذا الطريقة اللي بنفكر فيها كيف بدنا نعمل ضوابط لأسس الإحكام والسيطرة بطريقة معقولة على التصميم بتطلب منا فكر فاعل، والفكر الفاعل بتطلب من المصمم زي ما بيحكوها دائما إنه يكون باحث، قارئ جيد، مشاهد جيد، مطلع جيد، عنده فكر، قادر إنه يحلل المعلومات اللي بده اللي بين إيديه عشان تقدر المعلومات هاي تخدمنا في عملية التصميم عشان نوصل للسبب من وراء التصميم وهو مرتبط بالإنسان. كل الأسباب المرتبطة بالتصميم ترتبط بالإنسان، ومنها ما هو وظيفي ومنها ما هو وظيفي مغلف بالجمالية. فأنا لما بتطلع بقول ده صمم صمم، كل إنسان عنده قدرة ومساحة ودائرة يتحرك فيها في الإبداع أو في الابتكار، ولكن يجب أن تنتهي بغاية مرتبطة بالإنسان، الضرورة الإنسانية اللي إحنا بنعرفها الغرض من التصميم. ليش أنا بصمم؟ لمين بصمم؟ كيف بدي أنفذ؟ وكيف سيتم إدراك هذا التصميم واستيعابه من الناس؟ هذا سبب رئيسي لكن مرتبط بسبب ثاني، إنه المصمم أول ما ببلش يفكر ببلش عملية تفكير بصري، الاسكتشات الأولية في التفكير البصري، وهذه بتخلينا
نشوف الشكل، والشكل بتطور كل ما عملنا سكتشات أكثر، نستوعب بالثغرات وبنقول لا لو سوينا هاي أو سوينا هذيك، الشكل يتطور لكي يصبح هيئة. عندما يصبح الشكل هيئة تنكشف الماديات، تنكشف المواد الخام، أي من المواد الخام تتناسب مع هذا الهيئة، مع هذه الهيئة أو هذا الشكل اللي تطور. معرفتنا كمصممين بالخامة بتخلينا نعرف كيف نشتغل على التنفيذ، نقل هذا الروح في الشكل أو الفكرة إلى الهيئة، إلى أن يصبح بعد ثالث في ضمن بيئة فيزيائية. فبقدرش أنا آجي أقول أنا عندي ستايل كذا أو أسلوب كذا بمعنى وبدي أطبقه إذا أنا ما كنتش متمكن من الأدوات اللي أنا بستخدمها. فالتشويه بمعنى اللغوي ممكن يكون تقبيح، تبشيع، فسادها، تحريفها، تغييرها، يعني شيء مجرد من الواقع، تم تعديل على الواقع. لو جينا في الإنجليزي، في القاموس الإنجليزي بنبحث عن distortion، التشويه، بنلاقي الكلمات هي بتوصلنا لنفس الهدف، تغيير في الهيئة، تغيير على الواقع، وتقديم أشياء جديدة تختلف في المظهر. وهون بدنا نميز ما بين الشكل أو الهيئة وما بين الخامة وما بين الملمس، لأنه إحنا منضيف شيء لكن المصمم بيحافظ على الوظيفة، والوظيفة جوهر، لكن التعبير الشكل الخارجي كيف سيكون، هون بيجي الاتجاهات الفنية والتأثيرات اللي أثرت على التصميم عبر هذه الاتجاهات الفنية، بيجي دورها كيف نتعامل معها. لما بتطلع في العمارة وبتطلع على سبيل المثال العمارة اللي في الصورة، تشويه في الهيئة الخارجية، في الواجهة الخارجية للعمارة، ومثل هذا التشويه هو تغيير في الشكل الواقعي. في خاصية للعمارة متفق عليها، المعماريين متفقين عليها في البنى الإنشائية، في الإنشاء وفي الوظيفة وفي متعددات أخرى مرتبطة في هذا يعني أساس العمارة. فإحنا بنسعى يا إما نقلل من التشويه أو بدنا نجعل من هذا التشويه مرغوب. هذه العمارة موجودة في بولندا في أحد الأسواق وجزء منها فندق، فالوظيفة الداخلية داخل المبنى هذه لم تتأثر بتقسيماتها حسب الشاغر المطلوب لإشغال هذا الفراغ المعماري. المصمم مقدم كل شيء في داخلها، ولكن في الخارج غير في المظهر حتى يثير الانتباه ضمن بيئة محيطة حول هذه البناية. فأنا إذا أنا كمصمم ما بعرف في المواد الخام وما بعرف في الأسس الإنشائية في العمارة، مش كل إنسان بيقدر يطبق هذا التشويه إلا إذا كان مدرك لأسس التصميم، نظريات التصميم، إمكانيات التنفيذ، أشياء كثير متعاملة فيها، بتعامل معها المعماري مرتبطة فيها. فإذا بدها حنكة، بدها حنكة. لما بتطلع على العمارة هاي في باريس وبتطلع على المحيط، البيئة المحيطة فيها، بقول غريبة، تشويه الواجهة زي كأنك تتعامل مع أمواج مائية لما بكون العمارة منعكسة على سطح مائي، وكيف تتجر، كيف التجريد بيصير فيها. هذا التجريد برضو وراء عقل
واعي لكل التغييرات في المادة والتغييرات المطلوب إقامتها في التصميم في عملية البناء. الملمس موجود، الهيئة أو الشكل أو الحجم موجود ودائماً في تفكيري في التشويه. ولما بتطلع على البيئة المحيطة هي غريبة، غريبة فعلاً، حاجة بعيدة عن واقع البيئة الفيزيائية اللي بتتواجد فيها العمارة. لما بتطلع على هذه القاعة تاعت الاحتفالات، بتطلع عليها هيك وبقول والت ديزني هاي لما أجوا فكروا فيها ضمن هالأبراج الموجودة. أي إنسان بتطلع عليها بقول جسم غريب، ولكن المصمم لما فكر بتصميمها، العقلية وراء هذا المبنى، أراد أن يخلق من هذا التشويه جزء جذاب، ولكن وظيفته الداخلية في المبنى ثابتة. مواد الخام اللي استخدموها في عملية الإنشاء هاي أكيد متوقفة على كيفية تعامل الهيكل الخارجي، ملمسه، شكله، هيئته، طبعاً مع عوامل هندسية في الهندسة المدنية مرتبطة فيها. ولكن هذا الجزء الغريب في البقعة هاي له تأثيرات مرتبطة بالتشويه نفسه، ومرتبطة في تغيير نمط أو المصدر تبع التصميم الحقيقي اللي هو المبني على الوظيفة. إذن هون المقصود في التشويه هي خلق حالة جمالية معينة وليس الوصول للأسوأ. فإذا في صار تغيير في بنية معلومات التصميم الأصلية اللي إحنا اعتدنا عليها اللي هي الكلاسيكية، فهون أجت راديكالية. والمدرسة اللي يعني خلينا نقول تبنت مثل هذا المذاهب هي التفكيكية، المدرسة التفكيكية اللي أجت رد على المدرسة البنائية، وكان لهم نظريات كثيرة في التعامل مع الواقع وتغيير الواقع وإعطاء صدمات في التصاميم للإنسان. لما بنطلع هاي لأول وهلة بنشوف العمارة بقول يا رب شو داخل العمارة. لما إذا عرفنا إنه هاي هي مستشفى لعلاج اللي هي الأمراض الدماغية، والمصمم المعماري فرانك جاي لما صممها كان على خلفية بنشاط هذا المستشفى وبمعلوماته عنده. فلما خشينا نخش جوا البناء على سبيل المثال، تقسيماته كأي عمارة مرتبطة بوظيفة المكان، إشغال الفراغ لكي يكون عيادة أو مستشفى متخصص في اللي هي معالجة الأدمغة. نتطلع على هالجسم المعدني، هذا كله جسم معدني مشوه، ولكن هذا التشويه في وراء عقلية تتحكم بهاي الفوضى التشويهية عشان إيش؟ يعطينا نوع من حالة الإثارة أو بالمعنى الجمالي. ففيش معني خلينا نقول فقدان أو تغير في بنية معلومات التصميم الأصلية من الداخل، التغييرات جاءت من الخارج. لما بنيجي على التصميم الداخلي، التصميم الداخلي بنفس العقلية، خلينا أقول معظم تخصصات التصميم بأسسها بنظرياتها هي تعتمد على الفكرة اللي بتتحول من شكل إلى هيئة، وبعدين بندور على الخامة المناسبة لهذا التصميم. حقيقة التشويه من ممكن نلاقيه في التصوير كثير، في معالجة التشويه وخلق التصوير في التصوير، في المسرح، في الموسيقى، في الإذاعة، في عنا تشويه في الموجات في الدنيا، إما معادلتها أو خلينا نقول تحقيقها. فالتشويه سلاح ذو حدين. إذا كان المصمم غير مدرك لعملية التشويه المرادة،
وعدم قدرته على فهم الوظيفة والتعبير للمبنى أو لقطعة الأثاث أو لكرت الفيزيت أو للبوستر اللي بيشتغل عليه، معناته إحنا في حالة الخطر. فأنا بدي أنظر للملمس ضمن خاصة التركيبات اللي في الخامة، مرتبطة في الخامة، وكيف بقدر أحقق التشويه أو ما يتحققش منها. فأنا الشكل والهيئة بدي أنظرها. مكتبة قدامي، مكتبة، المكتبة لم نتعود عليها أن تكون بهذا الشكل ولا بهذا الهيئة، ولكن وظفت بهذه الطريقة. بالنسبة لنا إحنا صار في عملية اعتداء على شكل المكتبة الكلاسيكية. فأنا في تحولات في نسيج مفهوم المكتبة أو رفوف الكتب اللي إحنا تعودنا عليها ضمن التصميم التقليدي أو الكلاسيكي. هذا النصب اللي هو عبارة عن مشبك أو ملقط الغسيل. نعم، في موقع من أجمل المواقع في أمريكا، في فيلادلفيا، محطوط قدام عمارة حديثة، وهذا معمول من المعدن، في تشويه في هيئة الملقط، أرى إنسانين متقابلين، والمشبك اللي هي قطعة هذه القطعة الزنبركية اللي بتوصل الملقط أو القطعتين مع بعض، أجد قطعة معدنية مغايرة للمعدن. انفراج نهايات الملقط اللي إحنا مش معتادين عليها. وطبعاً هذا النصب موجود في أكثر من مدينة في أوروبا، موجود بنفس المبدأ، ولكن كل واحد صممه بطريقة ثانية. المنطقة اللي موجود فيها بنقول مستحيل يكون مثل هذا النصب موجود فيه، فاعتبروه تشويه. هون بدنا إحنا حقيقة دور المصمم، كيف بده يتعامل مع التكوين، وكيف بده عناصر التكوين إنها تلتقي مع بعض وتلعب كل واحدة الدور المكمل للآخر. كيف بدي أنا أثر في الهيئة، كيف بدي أثر في الملمس، كيف بدي أتعامل مع اللون اللي هو مرتبط في الملمس ومرتبط في الضوء، وتأثير الضوء على اللون وتأثير الضوء على الملمس. هاي التحويلات اللي بتصير وإحنا بنخطط ونعمل البلانات، كيف بدي أنا أتعامل مع أشكال قد تكون معقدة غير مكتملة، كيف بدي إياها أنا أتعامل معها سواء في العمارة أو في التصميم الداخلي أو حتى في تصميم المطبوعات، تصميم الجرافيك. هذا بتطلب أي تصميم بتطلب من المصمم إنه يكون على دراية، وهي بتيجي بالخبرة، تيجي بالممارسة، بمعرفة الخامات، مزايا الخامات. فأنا لما بطلع على هذه الصالة وبقول كل العناصر اللي فيها بتثير انتباهي، بمعنى بتنرفزني وبتقول لي شو الموجود، قبة تداخل مع محور آخر مع رفوف مع واجهة زجاج سكريت مع معلقات على الجدران مع السقفية، بطلع بقول في عقل وراء هذا التصميم قدر انه يتخيل شيء وينقله من فتره من الخيال، من مرحله الفكره في الدماغ الى مرحله المبدا حتى يصير هيئه، بعدين يوظف لها المواد الخام، لانه بيعرف كيف توظف وكيف تشكل المواد الخام، فاختار كل عنصر في مكانه. الناظر بتطلع بقول يا ويلي شو فيه، شو موجود هون، ولكن بالنسبة للمصمم هي أداة تحكم في العناصر، هاي عناصر التكوين من خلال الشكل أو الحجم أو الهيئة، ومن خلال الملمس، ومن خلال عناصر التصميم الأخرى. لما بتطلع بقول طاولة ممكن تكون طاولة سفرة، ممكن تكون طاولة مكتب، ممكن تكون، ولكن أريد لهذه الطاولة أن تكون طاولة مغايرة من الخشب، ولكن المصمم استخدم الخشب والزجاج
واستخدم مجسمات تمثل المدينة، هذه المدينة المكتظة بالأبراج أعطاني إياها على مادة، هذه المادة خشب ولكن بهيئة طاولة ممكن أن توظف. ولما بتطلع على الخلفية، هذه الخلفية الرمادية أعطاني إياها مشوشة، وأعطاني أرضية رمادية مشوشة، ولكن تبقى السيادة فيها لهاي الطاولة اللي أي إنسان بتطلع عليها بقول لك ماذا هناك، شو فيه موجود، وليش تم، ليش المصمم فكر بالفكرة هاي، وكيف انتقل بالفكرة إلى أنه يتحكم بالهيئة بتوزيع هذه اللي هي المجسمات داخل الطاولة. تشويش بصري نعم، ولكن يبعث على حد التساؤل حول عبقرية الإنسان الذي فكر بهذا العمل ونقله من حالة الخيال إلى حالة الواقع. بطلع على الغرفة هاي وبقول شو الغرض من التصميم؟ بقول لك لازم يكون حلو يا أخي، في إشي بقومه على أنه وظيفة صالح وظيفياً أو غير صالح؟ الكرسي بقدر أقعد عليه ولا بقدرش أقعد عليه؟ حجم الإضاءة الموجودة في المكان تتناسب مع وظيفة الغرفة؟ بتطلع وبقول بس ممكن لما بدي أعبر عن شيء، ممكن إنه هذا الشيء يتطلب مني إن أقول جيد، جميل، كويس، لأنه طبيعته هو في قطعة، ممكن تكون قطعة أثرية طبيعتها إني هلأ أقيمها باستخدام تعبيرات لا ترتبط بالوظيفة، لأن وظيفتها توقفت وأصبحت موجودة في متحف، فأنا بقيمها على أساس وجودها في المتحف، بينما في وقت ما كانت تستخدم كانت يحكم أو تقيم على أساس وظيفتها وعلى أساس ما تحمله من إشارات بصرية مدلولات بتعاني. لما بتطلع على الغرفة أقول هذه الغرفة يا أخي جلسة بسيطة، ولكن في كل عنصر لما أجي أستخدم هذا مكعبات الإسمنت لم يضعها بتوازن، متلاصقة، أعطاني إياها متغيرة، نافرة وغائرة، أعطاني إياه بشيء أنا بصرياً تعودت عن أن يعني أرى الأشياء كاملة، دائماً إحنا بنبحث عن الكمال. لما أعطاني التبل لامب هذا وأعطاني إياه على طبيعة الحيط والخام الموجودة منها وانعكاسات الإضاءة وتكسيرات الإضاءة لعبة الدور، لما أعطاني هاي طاولة صغيرة بالتشبيك وهذا التشبيك وتفاعله مع الإضاءة وتأثيراته على الأرض، في عندي جزء من المكان ما يقال عنه مشوه، فهي مبالغة، فممكن يكون هذا التشويه أداة تجميل وليس أداة إساءة. بتطلع بقول لما بتطلع على هذه التقسيمات وبقول المصمم المكان من الداخل أعطاني إياه بهذه التقطيعات حتى يوحي لي بأنه عندي منافذ هوائية، ممرات، شبابيك، أبواب، وبتطلع بقول كيف، إيش اللي، ليش أشغل حاله بالقضايا هاي، إيش الوظيفة منه، هل هي إعكاس إضاءة أو تعبيرية فقط؟ هي لما بتطلع حقيقة لما بسوق بنفسي وبدرس المواد الخام، بدرس الأشكال، بدرس اللون، بدرس الملمس، بقول مع الوقت تتجانس هذه العلاقات في المكان ويصبح إدراك الناس لهذه الأشياء مع الوقت الإدراك له معنى، له معنى. بتطلع وبقول هذه المكتبة أو المتحف اللي هو الناتشرال هيستوري ميوزيوم في لندن، بتطلع هي الصورة مشوهة، زادت في التشويه الصورة، ولكن من حقق التشويه في الصورة؟ طبيعة التصميم الداخلي المبني على الحفر، استخدام الخشب،
التفصيلات الموجودة في التصميم هذا. هلأ في هدف وظيفي للتصميم، نعم مرتبط بطبيعة وظيفة المتحف، ولكن ولكن من أي منظار ممكن ننظر في أي زاوية؟ زي يعني المصورين لما بيلعبوا بزاوية الكاميرا أو بالآيزو أو بالسرعة بتم التشويه. هذه المكتبة من أي زاوية بننظرها على طول بيجينا انطباع بأنه في هناك تشويه، ولكن المواد الخام لعبت الدور، الشكل، الحجم، الملمس، كل هذا لعب دور حتى يحقق لنا التشويه. عناصر الضوء الطبيعي، عناصر الضوء الصناعي. بطلع بقول طب هذه الطاولة اللي هي مصممة تعبيرياً عن عقدة، عن عقدة، هذه العقدة ممكن تكون عقدة في الحوار، عقدة في النقاش، عقدة في التواصل. بطلع بقول في عندي شخصين، هذا المصمم اللي صممها وشوه الطاولة هاي لو لم يعلم المادة الخام المناسبة لما استطاع أن يوظف هذا الشكل، تداخلات هاي الشكل، ولا تصبح الطاولة بهذا أو بهذه الهيئة. الناس تنظر إلى بعض من هنا من خلال المنفذ، ولكن في مسافة طويلة. دلالاتها التعبيرية عالية جدا، ودلالاتها الوظيفية تكاد تكون محصورة استخداماتها، ولكن يمكن أن توظف، ولكن تبقى الدلالات التعبيرية الناتجة عن هذا التشبيه هي أكبر. لما بنطلع بنقول الفنانين أكثر ناس اللي بيتعاملوا مع الطبيعة وبيحاولوا يجردوا، بيحاولوا ضمن خلينا نقول الاتجاهات الفنية، كل واحد بيلعب بالطبيعة بطريقته، ولكن بطريقة مدروسة تعتمد على عين الفنان لما بيتعامل معها والتعبير، لأنه دائما الفنان في اللوحات بيبحث عن صفة أو خلينا نقول التواصل عبر التعبير عن أشياء ممكن الناس تتواصل معها بسرعة، وممكن أنها تحتاج إلى تفسير. في التصميم لا، التصميم يرتبط مع هدف وظيفي مرتبط بفائدة الزبون أو فائدة المستخدم الجمهور. فلما بدي حتى أبالغ وبدي أشوه، بدي أعرف أن أنا معطي زبوني بحاجته بهذا الكوريدور، ولكن كيف تعامل المصمم مع هذه التكسيرات اللي بطلت تخليني أشوف الممر بطريقه الانسيابي المتصل مع الأرضية، ولكن أعطاني تعبير، صور تعبيرية من هذا التشويه بتخليني أفكر بعمق بهذا الممر. وبنفس الطريقة لما بدي أطلع على المقاعد هاي وأقول لما أفكر في البتنز المستخدمة للمقاعد مع إشكالها اللي هي هيئتها، الهيئة القائمة عليها كان يتعامل معها بحذر، لأنه كان يعرف أنه بتعامل هو مع شكل، والشكل هذا هيئة، والهيئة مع مادة خام وما يناسبها. بعدين لما بدها تنحط في الفراغ المعماري في عندي الإضاءة، سواء الإضاءة الطبيعية أو الإضاءة الصناعية، الملمس تبع هذا العناصر الموجودة في التصميم أو في التكوين كيف بدها تكون ظاهرة، مناطق الظل والضوء الناتجة والانكسارات فيها. فإذا المصممين بيدركوا دائما الناحية الوظيفية، ويدركوا كمان حالة المبالغة اللي بدهم يبالغوا فيها بطريقة حذرة مبنية على ثقافتها، على ثقافتهم، إدراكهم، فهمهم. فهمهم في إيش؟ فهمهم في الوظيفة، وفهمهم كيف الماديات بقدروا يتحكموا فيها، إن كانت خشب، إن كانت ورق، إن كانت معدن، إن كان زجاج، إن كان أي شيء آخر. لما بتطلع وبقول أي مكان بنصممه في كثير من الأشياء الطبيعية بتثيرنا،
وفي أشياء نحن نصنعها حتى نخلق الإثارة، لأني بدي أخلق نوع من التأثير النفسي للمكان على الإنسان. فلما بطلع على هذه وبقول كيف استخدم وراء الجدران حتى يوهمني أنه الواجهة عبارة عن أزاز مبزر وخلفه في عندي شيء معين معكوس على هذا الزجاج، تنابيوم أو شيء. نعم، هذا الشيء بالنسبة لهذا الكلاسيكي اللي هو الأثاث، عفواً الأثاث، هذا شيء مشوش. لما بتطلع على الجهة الثانية وبشوف ورقة الجدران اللي فيها كثير من النباتيات والطيور وكشوف البراويز اللي معها، شكل البراويز، طريقة وضعهم، شكل الطاولة، شكل الكرسي، البطن تبع الكراسي، في عندي أنا ذبذبات ما بين البطن تبع الكرسي والخلفية. ساعات بقول في إشي خارج عن إطار الواقعية، يعني في إشي بقول لي في إشي بقدرش أقول عنه غلط، ما بقدر أقول عنه غلط، بس لما بدي أجي على نظرية قشتلت بقول التشابه موجود عندي، التقارب موجود، التشابه في البراويز، مستطيلات ومتقاربات مع بعض، التشابه في الكراسي والتقارب معهم، الطاولة شبه بوضوية مع الدائرة اللي فوق. إذن يعني بقول نظرية قشتلت عمالي، وعندنا نظريات كثيرة اللي هي بتتعامل مع علم النفس اللي بتجبرنا أن نتعلمها حتى لما نيجي بدنا نشتغل في التشويق نكون حذرين جدا. في تصميم الجرافيك إمكانيات التشويق أعلى، لأنها ممكن تكون موادها الخام مش زي التصميم المعماري أو التصميم الداخلي، لأنه أنا بنشئه بصريا، ممكن يدويا وممكن أنشئه عبر برنامج التصميم، ولكن الحنكة اختيار المادة المناسبة لما بدي أنقل تصميمي أنا من الشكل الموجود لشكل مطبوع مرئي إلكتروني لشكل مطبوع، أو الشكل أنا نفذته بإيدي كيف بدي أنقله على خامة تاني. فالتشويه إذا ما كان مصمم الجرافيك متمكن من التايبوغرافي على سبيل المثال، متمكن من التصوير، متمكن من نظرية قشتلت في بناء العلاقات، تشويهه ممكن يكون سلاح مؤذي وليس سلاح إيجابي، لأن مش كل إشي بدي أشوهه بقدر أشوهه، لأنه مرتبط في الموضوع، مرتبط أساساً باللي هو الهدف أو الرسالة اللي أنا بدي أوصلها، وبالنهاية كيف بدي أنفذ عملي. لما بتطلع هون بقول في تصميم الجرافيك كثير من المصممين بحاولوا يغيروا الواقع، وهي عبارة عن رسائل بتتصل، بس لما بننظر لها بنقول عنها تشويه، ولكن بالنسبة للمصمم بنظر لها أنها مبالغة تثير الاهتمام وتعزز من فترة التواصل ما بين المشاهد وما بين العمل الفني. وإذا التشويه لم يستخدم في مكانه الصحيح يصبح سلاح سلبي. فإذا لما منقول المصمم لازم يكون قادر على أنه يعرف نهايات التصميم، منقول لازم يكون متخيل تصميمه في دماغه قبل ما يطلع للعلن. بهاي الطريقة بيقدر فعلا يستخدم أدواته بطريقة صحيحة. عشان هيك دائما بنحكي للطلاب أنت في بداية العمل بتشتغل، بعدين بترجع بتغير. ليش؟ لأنك أنت مش شايف نهايات تصميمك، وكونك مش شايف نهايات تصميمك ما بتحطش الاستراتيجية اللي هي العملية التصميمية، كيف بدك تشتغل حتى تتعامل مع الشكل، حتى تتعامل مع الهيئة، حتى تتعامل مع المواد الخام، الملمس، المبالغة، تشويه المقياس بيستخدمها المصمم وبيستخدموها المصورين، وحتى بيستخدموها النحاتين والمعماريين بيستخدموها عشان إيش؟ نعمل أشياء غير مألوفة لصور مألوفة نستخدمها. فالمقياس والتناسب
لازم نفهم متى بكون المقياس ومتى بكون التناسب، لأنه كلاهما هم عناصر تصميم ولهم علاقة بالحجم. فلما بكون مقياس حجم كائن واحد بالنسبة لكائنات ثانية، حجم الكاس للإيد، حجم الإيد والكاس للسماء للفضاء، لما بقول تناسب بشوف حجم إيد الكاس للكاس، حجم الأصبع للإيد. فهذه قديش هي بسيطة ولكن نحتاج إلها. ولما بنيجي بنتعامل معها، في عنا لغة بصرية، في عنا سيميائية. سيميائية أنا لما بطلع على الصور هاي التشويه، لما بطلع على الرجل في الكاسة، الدال المعنى الظاهر إلها في التشويه هي رجل موجود في كاسة. المعنى الضمني هي ممكن إني بسجنه، بقلل من قيمته، إلها دلالات. لما بطلع على الصبية اللي قدامي في التشويه ووضع الحذاء، المعنى الظاهر هو حذاء، ولكن فتحة الحذاء تعني فم المرأة، صرخة، اندهاش، علامات كثيرة. إذن التشويه دلالات وتعبيرات البصرية ممكن إنها تنفهم. فالمصمم بده يعرف أشياء كثيرة، كيف للناس أن تدرك عمله التصميمي سواء كان مشوه أو غير مشوه، وكيف للتشويه أن يكون متكامل ما بين علاقة الشكل والحجم أو الهيئة والملمس. بهذه الطريقة إحنا بختم مقولة مهمة لروبرت جينام سكوت، إنه لما منصمم بنتمنى نسأل لمين بدنا نصمم وإيش اللي بدنا نسويه وكيف بدنا نسويه. كل ما صار عندنا خبرة وقدرة على إن نبدع، كل ما خلتنا هذه الخبرة نتعمق كثير في مفهوم كيف يرى الناس تصميمنا وكيف للتصميم أن لا يتجاهل الناس. فبنهتم بالنواحي الفنية التقنية، نهتم في كل العناصر حتى الناس تشوف كل عناصر التصميم كوحدة واحدة، ولكن عندما نتجه لكل عنصر في التصميم نجد بأن كل عنصر هو جدي في موقعه يكمل الآخر. عشان هيك بنحتاج للتحليل، لأن التحليل أولوية لإدراك أي شيء، أي عامل معقد في التكوين في التصميم. بهذا بختتم حديثي يعطيك العافية دكتور، شكرا لكم. طبعا عندنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، يعني أعطينا مجال للناس تبدأ تسأل. أول سؤال تكرر كذا مرة في موضوع الاسم أو مسمى عنوان المحاضرة، في الإنجليزي غالبا هو واضح distortion، بس بالعربي تشويه أو تشوه. نعم. أو التلوث للأسف بتدل على معنى خاطئ، يمكن بالعربي مش موجودة الكلمة الدقيقة. تذكر احنا حاولنا نبحث مع بعض على اسم لإلها بالعربي دقيق يكون يبعد انه يدل على القبح، فما في حل للموضوع هذا. بتعرف في كلمات للأسف انا بعرفش بتواجهني انه ممكن ما تكونش موجودة انجليزية، مش موجودة عربيا واضحة. فهي طبعا اكيد مش تشويه انه قصدنا للتقبيح، هي قصدنا للتشكيل او لابراز عوامل تشويق معينه في العمل. صح. نعم. عشان وهذا فعلا كثير من الاصطلاحات الموجوده باللغه الانجليزيه لو نيجي نعربها في مجال تخصص التصميم خاصه، لانه كثير من المفردات صعب ترجمتها تشويش، فممكن نقول تشويش كويس التشويش. ولكن أنا زي الكابشنات أو السلوغنز اللي بتستخدم هو عنصر تشويق، بحيث أن الناس تتوقع أنها تشوف تشويه، ولكن لما بتيجي بتشوف كيف تحكوا تشويه وهو اللي بتحكوا فيه هو عبارة عن عناصر إضافية تضيف للتصميم ممكن جمالية. ففعلا هذه أحد المشاكل المواجهة، وحتى لما مندرس في بعض المصطلحات
ما منعربهاش نخليها زي ما هي. طيب وننتقد عليها يعني ننتقد إنه لازم نبحث عنها. بالضبط أكيد. طيب نبدأ بالأسئلة. نزعجك بزيادة. طيب هل الهدف من عملية الديستورشن أو التشويه اللي حكينا عنها أو التشويش هي فقط لجذب انتباه المشاهد أو العامة أو إذا كانت مبنى أو كانت عامل داخلي أو عامل جرافيك، هل هو الهدف فقط منه هي جذب الانتباه؟ أعتقد هذه إحدى أهم منهجيات المدرسة التفكيكية. نعم التشويش هو اللي خلينا أقول خالف تعرف. بالضبط هي فعليا يعني خالف تعرف. فإذا كنت أنت ضمن الموجود معناته ممكن ما تلفتش الانتباه، لكن إذا كنت أنت مغاير فراح تلفت الانتباه وحدية الكونتراست أو التباين يكون عالي. طيب بالنسبة للمبتدئين وحابين فعلا أنهم يدخلوا في أو يتعلموا أكثر على موضوع الديستورشن، ايش افضل او best practice ان الواحد يدرب او يمارس حاجة معينة عشان يوصل لهذا الشيء؟ والله اول شيء ان يكون كلاسيكي تقليدي وان اوجد نفسه في العمل العادي، بشوف تجارب الاخرين في مجال خلينا نقول التشويه distortion ويدرسها بعمق، لأنه إحنا ما حكيناش في التفاصيل، إحنا حكينا القشور، ولكن لكل عمل في أساسيات انبنت على أساسه وفي أحكام انعملت حتى يكون العمل ناجح. بالاطلاع بالمشاهدة وبنشوف تجارب الآخرين ممكن إحنا نستفيد ونجرب التجربة. طيب هل ممكن يؤدي استخدام التشويه في التصميم شعارات أو الهوية أو المباني إلى عدم وصول الرسالة إلى المستقبل إذا زادت عن حد طبعاً نتكلم؟ لاحظ التشويه ما بنقدرش أو التشويش ما بنقدرش نستخدمه في قضايا يتطلب منا إرسال رسالة مباشرة. أوكي. فهو لإبراز. أوكي. يجب أن أكون واقعي لأنه مش بقدرش أتعامل معاه لأنه موضة ومشي. في عندي زبوني بدي مرتبط فيه وفي عندي جمهور زبوني أنا مرتبط فيه، فإذا بتطلب مني أن أنا أوصل رسالة قد لا يخدمني التشويش فأنا ببتعد عنه. طيب بالنسبة للنهاية التصميمية، في حال واحد انه ما كان شايف النهاية التصميمية في عمله، هل هي نقطة سلبية أم إيجابية؟ هي لا بقدرش أقول سلبية، بس بكون في عندنا نقص في قراءة اللي هي المعلومات المرتبطة بالتصميم اللي احنا بنشتغل عليه، لأن الوعي التام بالأسباب من وراء التصميم اللي هي مرتبطة بالجمهور ومرتبطة بالوظيفة ومرتبطة إذا كان عند زبون مرتبطة بالأهداف اللي بده إياها الزبون، إذا أدركتها كامل اللي إحنا من أول ما نسلم الديزاين بريف أو طلب التصميم إذا ما كان عندنا معلومات كافية بكون تفكيري سطحي، لأن التفكير الفعال بيؤدي إلى نتائج فعالة والتفكير الجيد بيؤدي إلى تصميم جيد وبوصل. أما التفكير السطحي بطبيعة الحال لا مش راح يوصل لنهايات تصميمه، لأنه هو ما بيكون بتعامل مع جزئية من التصميم مش التصميم ككل، بيكون يجرب. طيب في سؤال، هل تعتقد أنه ممكن التشويش يستمر في المستقبل أو أنها حتكون بس موضة لفترة وتروح زي فترة تكعيبية أو غيرها في المدارس؟ هو لاحظ أنه فيش إشي ثابت صحيح في الكون كله، فيش إشي ثابت، لكن هاي بلشت في السبعينيات كويس في القرن العشرين يعني في أوائل السبعينيات وانتشر. هلأ إنها تنتهي كامل لا، إلا يطلع في ناس مش بس كمصممين
ممكن من أفراد الناس عندهم ثقافة محددة، وممكن بده هو بطلب من المصمم إني بدي أمارس هذا الاتجاه، بدي إشي مشوش. فخلينا نقول إنه دائماً المصمم بده يكون جاهز، لأنه بيخترش زبون المصمم، فممكن إنه ينطلب منه بده يكون، فممكن تعد إنه تنتهي كامل. ما أظنيش لأنه حتى لو كانت موضة، في إشي اسمه مرتبط بالزمن، وفي إشي مرتبط بالتزامن. يعني كثير من الموديلات في الألبسة كانت في الخمسينات، شفناها في الثمانينات والتسعينيات يعني في الفترات الأخيرة، ففي إشي بعيد نفسه متزامن، فممكن أنها تستمر فيها. في عندنا أشياء متزامنة في فترة محددة ممكن تنتهي، وفي إشي متزامن. طيب متى الـ differences والـ discrepancies في الديزاين، اللي هي الفروقات والاختلافات في الديزاين، تعتبر distortion، ومتى تعتبر قوة في التصميم إلى أي حد يعني؟ والله يشوف هلا في الفروقات ممكن في التصميم تكون إضافة، ممكن ما اعتبرهاش تشويش، كويس، تكميلية، وممكن انها تكون تكميلية، وممكن انه يكون تشويش في الملمس مثلا، وهو يكون مضاف، كويس. فبيعتمد حقيقة على هوية التصميم، ولمين بنصمم، وشو وظيفة الشيء اللي بصممه حتى انا احكم عليه ساعتها. فاذا حافظ على الوظيفة، ونقول التشويش أضاف لمسة معينة، ممكن جمالية، أو ممكن خلينا نقول دهشة أو صدمة، بقدر أحكم عليه، لكن بقدرش أقول إنه كل فروق ممكن يكون تشويش. طيب في آخر سؤال لحتى الآن، هو فعليا عبارة عن مجموعة أسئلة بتدور على محور واحد، إنه هي متى ممكن المصمم يقدر فعلا يصمم بهذا التوجه، هذا اللي هي بالاعتبار لمعرفة الشخص أو قوة الشخص في موضوع التكنيكال أسبكتس أو الخامات اللي أنت حكيت عنها، معرفته بالمواد عشان أو بكل الأمور النواحي عشان يقدر مثلا يعمل عمارة بهذا الشكل اللي شفناه. فأغلب الجميع فعليا كثير سألوا إنه إيش هي أهم الأشياء اللي بيحتاجها الشخص إنه يكون مدرك لها، أو المصمم، على أساس إنه يقدر يوصل فيما بعد لهيك توجه. إذا حب مثلا زي مثلا مشروع فرانك غيري لوالت ديزني المسرح، عمل فعليا لاند مارك بروجكت، هي فعليا المباني اللي شفناها كلها لاند مارك، فبتلفت الانتباه لشيء معين. هلا أي مصمم مبدع مبتكر خلاق، الفكرة موجودة عنده، بس الفكرة تبدأ حكينا كفكرة، حتى تنتقل لمبدأ بده يكون بربيها على أساس إنها تكون مهيئة، خلينا حتى تنتهي بالهيئة المناسبة للشيء اللي بدنا إياه اللي هو التشويش. فإذا عندي فكرة مقابلها هيئة مقابلها مواد خام، فأنا إذا بعرفش في المواد الخام، السبب الشكلي والفني بيكونوا موجودين، بس راح يسقط عند التصميم بالسبب المادي اللي هو التكنيكي، كيف بدي اختار المواد الخام وانفذها. فممكن انها يسقط التصميم، لكن اذا كان المصمم متمكن، وهاي بدها وقت، بدها فترة نضوج، لانها بدها ممارسة، لانه ما بدهاش نظريات، ما بتتوقف على النظريات، وبدها مطالعة مشاهدة. عشان أقصر الوقت، أنا بشوف سين من الناس إيش اشتغل، كيف فكرتهم بنت، الهيئة تبعتها على إيش انبنى، المواد الخام اللي استخدمت، بقدر أحللها، بصير عندي أنا خبرة، لأنه ممكن أتعلم منهم، كويس. وممكن عنصر التجريب، يعني قبل ما أخوض ويصير عندي احتراف، بدي أخوض التجربة حتى أنا أكون عندي خلفية، اللي أقدر في مراحل التصميم أحل الثغرات. ممكن أواجه مشاكل، هذه مشكلة التفكير الإبداعي. في التفكير الإبداعي دائما نحن لا نرى نهايات، لأنه منجرب ومنطور،
في الابتكار في عندي شيء سابق تم عمله وبعرف ثغراته ونقاط قوته وضعفه، فأنا ببني على أساس تجارب الآخرين فببتكر إشي جديد قائم على إشي سابق. في حالة الإبداع حالة التجريب، فممكن أتفاجأ بمشكلة كيف بدي أحلها؟ بدها خبرة وبدها وعي وبدها فكر وبدها ثقافة حتى أنا أقدر أكون قادر على حل المشكلة. وهي زي إحنا طلاب ممكن يجينا في المشروع التخرج وإحنا بنشتغل ما بين مثلا الامتحان الأول والامتحان الثاني نواجه عقبة وبدنا نحلها، إذا ما كناش متمكنين قد نتراجع عن الفكرة ونغير مشروعنا ونبدأ من جديد، وإذا كنا قادرين وعندنا معرفة وخبرة على طول منحل المشكلة. دائما هم بيجي دور المشرف كيف يوجه الطالب لحل المشكلة عشان يحافظ على مساره. أنا بعتقد إنه الخبرة أساسها، ولكن فيش إشي مستحيل في وجود المعرفة الصحيحة والفكر الصحيح. زي ما أنت تفضلت الممارسة لها دور كبير في أغلب مشاريع المجالات التصميم عموما، كلها practical experience تعتبر، يمكن فيها في كتير مطالعة ومشاهدة. نعم. الدورين كتير مهمين فعليا. احنا خلصنا الأسئلة، أجبنا على أغلبها، أغلب الأشياء المكررة أو نفسها اللي بتجيب الجميع الأسئلة. شكرا لك دكتور، وشكرا للمحاضرة، فعلا زي ما أنت حكيت عميقة. كان واحدة من الأشياء المدارس الحلوة واحد يعرف عنها أو التوجهات اللي بتصير في التصميم. شكرا لكم وشكرا للحضور، ونسأل الله أن تكون المعرفة متبادلة. الله عليك، يا أهلا وسهلا، نراك وعافية. شكرا، على خير، أهلا.